نوفمبر لعام 2018، وبناء على التوجيهات السامية والصادرة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وللحفاظ على سباقات الهجنة العربية الأصيلة، وبمتابعة ودعم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ينطلق في هذا اليوم سباق التمهيد الخاص بسن الإذاعة على مدى 20 شوطا خصصت لهذه الفئة من مسافة 6 كيلومترات. بالتوفيق لكل المشاركين الذين أتوا من كل حدب وصوب للمشاركة في ميدان المرموم، هذا الميدان الذكي. بسم الله وعلى بركة الله، ينطلق أول الأشواط الخاص بالأبكار المحليات الأصايل، حيث تسير هذه الفئة والنوعية من الأبكار بمتابعة شيقة من كل الأخوة الملاك والمضمرين. نرحب بالجميع عبر قناة دبي ريسينج الثالثة للمتابعة على الهواء مباشرة، كذلك ترحيبنا بكل الأخوة الحاضرين في ميدان السباق. نسير إلى المركز الأول وشعار الجري، حيث تتقدم مرتابة في مقدمة هذا الشوط سيف بن سعيد بن دري الفلاحي، يتقدم مع أول المنطلقين أول الباحثين عن انطلاقة وتحد وتفوق. بينما المركز الثاني وصلت انذار، تعود ملكيتها العبيد بن عتيق بن زيتون المهيري يتواجد ليحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصول من قبل شيمة تحتل المركز الثالث. محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي يتقدم نحو المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصلت الآن حبوبة، تعود ملكيتها محمد بن حميد بن سهيل المهري، يتقدم مشاهدين الكرام ليكون ماهرا في هذه الانطلاقة والتحدي. بينما المركز الرابع أسير هناك إلى شمعة لراشد بن سيف بن عبد الله الشامسي. أما المركز السادس فيتقدم شعار بن طحنون مع وجود الشاهينية علي بن فهد بن طحنون الهاجري، يسير إلى سادس المراكز. أما المركز السابع فوصلت من خلاله ملوحة لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، يصل إلى المركز السابع. بينما شعار بن نصرة يتقدم مع نوف لحمد بن سالم بن نصرة العامري هنا مع المركز الثامن. بينما المركز التاسع أتابع الشاهينية لمحمد بن عبيد بن سعيد آل علي في هذا الموقع، يأتي مشاهدين الكرام تاسعا. بينما المركز العاشر يأتي شعار الفيلسوف ليقدم لنا مطرة لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. ها هي النتيجة، هكذا هو الإقلاع والإقناع لمستوى هذا الشوط. باكورتي ونشاط افتتاحية سن الإذاعة في هذا اليوم مشاهدينا الكرام، حيث نسير مع 20 شوطا 12 شوط للأشواط المفتوحة وثمانية أشواط لأشواط الإنتاج والمنتجين. صباح الخير يا هالي زاخر ويا هالي الخالدية، حيث لا زالت مرتابة تتقدم إلى المركز الأول، تقود كل هذه الأسماء إلى حيث الناموس، إلى حيث ما يشتهي الجري سيف بن سعيد بن دري الفلاحي هنا بدون أي منافس ولا منازع، تتقدم على كل المشاركين بخطى ثابتة، تسير وتباعد المسافة، تسير وتزيد من خلال الجو الرياضي والجو الغايم إلى المنافسة في انطلاقة صبح هذا اليوم. نشوف المركز الثاني وصلت الآن ملوحة عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، يتقدم هنا إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث الزرعي يتقدم ليقدم لنا شيمة محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي. بينما المركز الرابع بن زيتون يتقدم عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري مع انذار وش سوت بالأبكار، ولكن تسلل من شعار المهري، لكن بن طحنون يتجول بين هذه الأرقام. هذه الشاهينية تعود ملكيتها لعلي بن فهد
بن طحنون الهاجري نحو المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس وصل بالنصرة حيث يقدم لنا نوف 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 نوف، واسمها من ثلاث حروف لحمد بن سالم بن نصرة العامري. أما المركز السادس فهنا يأتي مشاهدين الأعزاء محمد بن حميد بن سهيل المهري متقدما مع حبوبة، متقدما مع حبوبة إلى المركز السادس، بينما المركز السابع ينضم أول ندى. هنا مشاهدين الكرام محمد بن عبد الله بن عيد الكتبي يقدم لنا تحفة من تتقدم نحو المركز السادس هنا بن هادوم في هذه الموقعة أو المركز السابع، بينما المركز الثامن، المركز الثامن شمعة راشد بن سيف بن عبد الله الشامسي، المركز التاسع، المركز التاسع الفيلسوف يقدم لنا مطرة، مطرة أحمد بن مبارك بن مايد الخيالي. والمركز العاشر أشوف المركز العاشر هنا يتغير، يتقدم مع حضور صالح بن خادم بن صالح الزرعي هنا في المركز العاشر. هذه الأسماء الأولى ضمن هذه الجولة، ضمن هذا المسار، ضمن هذه التقدم، ولكن نعود إلى مرتابة، نعود إلى مرتابة. المركز الأول تموت وتحيابة لا زالت بسيطرة لسيف بن سعيد بن دري الفلاحي، يتقدم يتقدم إلى هذه اللحظات بدون يتوامر، مسيطر متقدم محافظ على هذا الموقع. لكن شوف المركز الثاني وصل بن هادوم بدأ يغير، بدأ يشق طريقه المنافسة مع هذه اللي وصلت تحفة 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 من خلال وجود محمد بن عبد الله بن هادوم الكتبي إلى المركز الثاني. المركز الثالث عندك يا زرعي محمد بن سعيد بن مبارك الزرعي يقدم شيمة، يقدم شيمة، ولكن وصلت مطرة، وصلت مطرة لأحمد بن مبارك بن مايد الخيالي يتقدم هنا الفيلسوف ليقدم مطرة. لكن شوف الله وصل الزرعي، وصل الزرعي مشاهدينا الكرام من خلال حضوره، حضوره حضر مع حضور انتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، وتعود ملكيتها لصالح بن خادم الزرعي يتقدم مع حضور لتحتل المركز الرابع. بن نصرة يقدم نوف في المركز السادس في هذه اللحظات، والشاهنية لبن طحنون في المركز السابع، ولكن 1200 على خط النهاية، ومرتابة لا زالت على المركز الأول، على المركز الأول من البداية إلى حتى هذه اللحظات، من قامت إلى الصدارة والقمة، قامت في مقدمة الشوط لتتقدم بكل ثقة، لتتقدم بكل تحدي، لتتقدم بكل جراءة إلى المركز الأول بشعار الجريء بدون أي توامر. يا أبو سيف يا أبو أحمد لا تقول لها شيء، لا تقول لها شيء، خلاص قادت المسار، قدمت العرض المطلوب، قدمت ما لديها حتى هذه اللحظات من إنجاز ومن تحدي. المركز الثاني واصلة تحفة، ولكن هنا حضور، حضور صالح بن خادم الزرعي قادم، شعار من شعارات السلطنة قادم بالتنافس. هذه حضور، حضرت حضور، مرتابة لا زالت مسيطرة، مرتابة لا زالت على المركز الأول، ولكن حضور، حضور بدأت تشكل الخطورة، بدأت تشكل المحظور، ولكن أشوف مرتابة مسيطرة، إلا أن حضور، إلا أن حضور شقت طريقها إلى المركز الأول بكل قوة وبكل استمتاع وبكل تحدي في هذه اللحظات. صالح بن خادم الزرعي يتقدم مشاهدينا الكرام إلى المركز الأول. سلام لأهالي السلطنة، سلام آل الكامل والوافي، تتقدم من خلال هذه اللحظات. ومشكور يا خميس يا بن سعيد يا الغوشري، هذه حضور أيها المشاهدين الأعزاء، حضرت في منافسات هذا الشوط لتنتزع المركز الأول. باكورة النشاط الصباحي من المرموم ذهب لأهالي السلطنة، أهالي الكامل في سلطنة عمان، تانين وناموس صالح بن خادم الزرعي المركز الثاني. وصلت مشاهدي الاعزاء مرتابه سيف بن سعيد بن دري الفلاحي المركز الثالث، الحذره خميس بن مصبح بن بدر العليلي، والمركز الرابع الشاهنيه محمد بن عيد بن او محمد بن عبيد بن سعيد ال علي، والمركز الخامس هنا تقدم من قبل تحفه لمحمد بن عبد الله بن هادوم الكتبي. هكذا ايها الحذر الكريم مشاهدينا الاعزاء انطلاقه هذه الاشواط، ولكن عوده الى لحظات الوصول حيث كانت حضور 9 دقائق 11 ثانية
ثلاثة أجزاء من الثانية وتوقيتها الزمني لتسجل حظورها في هذا الشوط. ثانينا والناموس لصالح بن خادم بن صالح الزرعي على الفوز والناموس والانتصار. مرتابة حلت المركز الثاني بتسع دقائق 15 ثانية 7 أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس لسيف بسعيد بن دري الفلاحي، بينما المركز الثالث كان تحدي وانطلاق ووصول من خلال شعار بن بدر، حيث وصلت الحذرة خميس بن مصبح بن بدر العليلي 9 دقائق 17 ثانية وست أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، بسم الله نبدأ وعليكم.